موضوع اليوم كتير حساس، رح نحكي عن تحرش الجنس عند الأطفال. For those of you that do speak Arabic and don't know what that means, it means sexual molestation in kids. شعب العرب بيفكر إنه هيدي شغلة بس موجودة عند الأجانب، ليش؟ لأنه البنت الأجنبية اللي بتتعرض لهالشي بتكبر وبتبق البحصة كرمال المجرم يتعاقب. بنت العربية الحمد لله، الله بعت لها أم نقف الدين هبلة بتعلمها تسكت وتسرع حالها كرمال البنت تتجوز، وهذا كتير غلط. من لما انا بلشت البيج صار جاييني كذا كذا بنت عربية متعرضة لهالشي، والبنات عم بيعانوا، البنات عندهم وجع جوات قلبهم، عندهم أفكار براسهم ما عم بيقدروا يشيلوها، بدهم علاج اختصاصي. والمجرم عم يمشي بين الناس ورافع راسه وهو بده ذبح. ليش أنا عم بعمل هالفيديو؟ بدي واعيكم يا مجرمين، لما البنت تجي لعندي وتعاني من هالشي أنا ما بقلها بق البحصة أو ما تبق البحصة، هذا الشيء بيرجع لكل شخص، وكل وحدة هي مجبورة تقرر شو هي بدها تعمل. بس أنا بدي واعيكم يا مجرمين إنه بنات العرب ما بقى غشيمين، بنات العرب عم بيفيقوا، بنات العرب صاروا عم بيحكوا. فإذا أنت بتحس إنه أنت عندك شيء للولاد أنت مريض، روح انتحر، دعان الأكسجين فيك. لا تعذب بنات العالم ولا تجرس حالك، هي نصيحتي.